طبيعية. النهاردة هنشتغل بنوع منهم اللي هي شيدر بالبسطرمة، وانا مختار البسطرمة عشان ادخلها مع السجق عشان تبقى ايه ميت لافر الميكس. ايوه ميت لافر زي ايوه ما كده. هنشتغل النهاردة ايه الجبنة دي لما تدوب مع السجق زي ما حضرتك هنشوف، هتشوف الطعم مختلف. انا مجهزه لك هنا بقى، وهشتغل انا كله في طاسه واحده. الطاسه دي سخنه، انا مسخنه هنا، حدي شويه زيت. قول للناس اولا الانجريدينتس اللي يحضروها ويكتبوها. طيب الانجريدينت بتاعتي بسيطه جدا. النهارده بشتغل في الخضروات، عندي طماطم شايل منها اللحم بتاعها والبذور كلها ومخليها ناشفه عشان تبقى صوتي معايا، وبصل مقطعه جوليانو صغير، ونفس القصه في الفلفل الرومي. ما حبيتش ادخل فلفل الوان، انا عايز ابقى في الاكله دي مختلف وبسيط. يعني نعمل حاجة طاجن ممكن ياكلوا أكتر من اتنين زي ما حضرتك شايفة، وبرضو بسيط. عندي هنا ما يعادل حوالي 300 جرام سجق ضاني. عندي هنا الجبن هنا حوالي 100 جرام، مقطعيها للتقطيع اللي انت عايزاه لان ده في الآخر هيدوب يعني. طب في الشغل دي جبنة على بسطرمة؟ دي جبنة بسطرمة بطعم البسطرمة. مش هاكلها بس اشم ريحتها. لا لا اتفضلي حضرتك ودوقي كمان. اوكي. وعندي سمنه افانتي اللي هتديني طعم. انا طبعا هشتغل بمواد دهنيه بسيطه، وطماطم بيوريه اللي هي صلصه طماطم، وتوم مفروم. عندي التوابل كمون، كزبره ناشفه، شطه، فلفل اسود، وملح، وزيت هنستخدمه برضو في الشغل بتاعنا. انا زيت حاجات افانتي بسيطه كمان. لا لا ده زيت نباتي عادي. احنا نباتي بنشتغل في زيت الزيتون. افانتي زيت الزيتون. السجق الضاني هيبقى صعب ندخل معاه زيت زيتون لان هو اصلا في خلطته دهون. صحيح، فمش صحيح. هينفع ده. وحتى في دهوني انا بس عشان اكني حشويه. يعني بص حضرتك انا مسخن الطاسه ومعلقه واحده كده لان هو كده كده هينزل دهونه، ودي عشان الطعم. دي يعني ايه دي؟ سمنه افانتي عشان الطعم. وزي ما حضراتكم شايفين انا بشتغل بمعلقه صغيره، حته صغيره كده اهو، وهبدا انزل وهي سخنه كده. ايه ميزه سمنه افانتي؟ الطعم. انا عندي طعم بيور لان نسبه الحليب فيها عاليه، فبتديني طعم تحفه. انا بشتغل بيه عشان انا بقلل في الكوليسترول والشغل بتاعي. اكله زي دي دسمه جدا. صحيح. فلازم يعني هي كده كل ده هيشتغل دلوقتي معايا، فلازم انا اقلل من خاماتي. يعني المواد الدهنيه بتاعتي خلاص خلصناها. السجق مشطشط يعني حراق ولا عادي؟ المفروض يبقى حراق، بس حضرتك انا والله المفروض احط معاه فلفل حامي. يعني المشاهدين هم شايفين المفروض دي يبقى فيها فلفل حامي لاصحاب فلفل حامي والسجق وبسطرمة. حرام عليك دي بس يعني بس معرفة. انا بالنسبه لي ايه كل اللي هاخده؟ شويه شطه صغيرين. انا مش هنزل كتير مش كتير. لا لا خفيف والله هتدي طعم. طيب. وعندي شويه ملح صغيرين. خلي بالك ان السجق بيبقى فيه توابل. فبنحط التوابل دي. هقول لحضرتك التوابل دي انا بحطها ليه، مش عشان السجق. هنا الكزبره والكمون كده، حطينا توابلنا كلها. انا حاطط ده عشان الخضروات بتاعتي هي اللي هتشتغل مع، يعني التوابل دي للخضار. هننزل بالحاجات التقيله اللي هي السجق والفلفل. هنخلي الطماطم في الروائح الحلوه واصله. طبعا نبدا نشتغل كده. السمنه عملت شغل، ريحتها حلوه قوي. هبدا انزل بجبنتي معاهم هنا. انا عايزها ايه تنزل. بتنزلها بدري كده؟ اه طبعا. كله هيشتغل مع بعضيه. طاجن السجق بالجبنه الاغلبيه بيشتغلوا عليه صوص ابيض. هي خلطه عجيبه يعني، صوص ابيض مع السجق ومع البسطرمه. انا بقول لا ثواني، الاغلبيه بيستخدموه. اما انت انا في افانتي انا مستخدم هنا جبنه افانتي بالبسطرمه، ده النوع اللي انا هشتغل معاه. واللي عايز مشاهدينا يركزوا معايا، انا النهارده في كل حلقه بستخدم شيدر بطعم معين. صح. لاكله معينه. صحيح. احنا المره اللي فاتت كان الجبنه بالكمون، وانت خليتني انزل اشتري من السوبر ماركت افانتي بالكمون بعد ما دقتها. وبقى اديني الاخبار لما حبيتها جدا يعني. وحبيت اكتر زيت زيتون، مش معقول. كان طيب. عامل فرق جامد في الاكل. عايز اراجع مع حضرتك عشان مشاهدينا اللي ما كانش متابع معانا. احنا رمينا السجق ورمينا التوابل بتاعتنا اللي هي الكزبره الناشفه وشويه شطه عشان حضرتك اصحاب الشطه ممكن يحطوا فلفل حامي او شطه زياده، وحطينا كمون، ملح وفلفل اسود. دي البهارات بتاعتنا. صحيح. اوكي تمام. انا النهارده كده لمتابعينا حطيت الجبنه الافانتي شيدر بالبسطرمه عشان البسطرمه دلوقتي هتخش في الطعم مع السجق. ايوه. وخدت شويه زيت، معلقه صغيره، معلقه شاي صغيره للزيت والسمنه افانتي. نعم. اوكي كل ده هشغله كده اهو، او ابتدى يدوب معايا. تمام. اخد بقى ايه شويه التوم. لا استنى استنى، خلي شويه يعني، انا بحب الاكل سوى زياده. بس انا ما خلصتش ده، لسه هيخش الفرن. بعد كده بتدخله الفرن. اه طبعا عشان يخش معاك الجبنه. لسه عندي الجبنه هنا برده، دي افانتي بس دي نيوزيلندي بقى اللي اللي هتيجي على الوش بقى. واللي انا عايز اقوله للمشاهدين ان النهارده انا
بلاقي الناس اغلبيتها بتتجه للموتزاريلا. اه طب ما نجرب بقى ان احنا ناخد دي على الوش ونشوف هتعمل معانا ايه. اللي حضرتك هتدوقيه هندوق ونشوف. هننزل بقى الثوم، انا كده كده الثوم ما كنتش عايزه يتحرق فايه واخده على الوش كده. ده مهم جدا بالنسبه لي. انا حبيت فكره الطماطم اللي بتفضي منها الميه والحشوه بتاعتها وبتخليها من بره كشكل، بس مش في كل الاستخدامات. انا هنا عشان انا محتاجها في الجزء دوت. انا النهارده الاول هاخد صلصه الطماطم. هنا السجق عنده ميزه، انا مش محتاجه اديله ميه، هو في ميه وفي دهن وفي هاخد معلقه صغيره مش كتيره ادوبها كده. هو ضاني صح، والجبنه ابتدت افانتي تدوب معايا زي ما حضرتك شايفاها، ومشاهديننا كلهم شايفين اهو معايا ابتدت تدوب. دي حضرتك وانت بتاكليها مع السجق غير الجبنه اللي هنحطها على الوش. اخر حاجه هرمي الطماطم بتاعتي. اوكي، على فكره السجق بتاعي اللي حضرتك بتقولي عليه ده استوى، يعني انا ممكن اتحدى دلوقتي، بس انا عارف ان حضرتك مش هتجازفي. لا انا بحب السوى زياده قوي، بخاف من اللحمه اذا ما استويتش زياده. لا وخصوصا السجق، لان هقول لحضرتك ليه، في حشوه بتبقى ما تعرفش. السجق برضه انا بنصح الناس ان انت لما تشتريه من عند حد مضمون، لان دي عباره عن خلطه فيها دهون فيها لحوم فيها توابل فيها حاجات كتيره جدا طبعا. وانا مش شايف صح ولا مشاهدينا شايفينها، فلازم انتوا تبقوا متخصص وتجربوه مره واثنين وثلاثه وتبقوا عارفين ان هو ثابت على خلطه واحده ما بيبدلهاش. حضرتك شايفه دلوقتي الجبنه منك حاجه تانية. افانتي في دخلت سوق الطبيخ وسوق يعني كل شويه بتتطور وبتزود ماده من المواد اللي عندها. لما فكرت تعمل الجبنه بالبسطرمه، ايه الاضافه اللي انت حسيتها؟ يعني بتفيد في ايه؟ بالنكهه؟ انا طبعا لما اعمل جبنه بالبسطرمه، انا بالنسبه لي انا اول مره انا اشتغل بالقصه دي، عشان بس مرة. الواحد يبقى ايه يعني للامانه فيه. فانا النهارده لما انا كشاف بحب ان انا اخترع في راسي برضو، لان احنا في شغلنا عشان انتم ما تملوش من الاكل، انا وظيفتي ان انا ابقى عندي الوصفه، ولكن انا لازم ابدع فيها اغير فيها عشان حضرتك لما تاكليها تحس ان في اختلاف، المشاهدين بتوعنا يحسوا ان في اختلاف. اوكي، فانا النهارده ايه التجربه اللي انا جربتها؟ ان انا لقيت عندي افانتي بتقدم لي شيدر بالبسطرمه. طب ما انا البسطرمه نوع من انواع اللحوم، والسجق نوع من انواع، على فكره في ممكن اعملها مع طاجن لحمه مثلا بالجبنه ماشي كمان. يعني ممكن اي نوع من انواع اللحوم ادخل فيها صحيح شيدر بالبسطرمه صحيح. النهارده هحط بقى نيوزيلندي برضو دي معايا من افانتي. الميت لافرز اللي بيحبوا اللحمه هيحبوا طبعا. هدخلها بقى ايه خلاص كده، تاخد الشويه الاخرانيين للتسويه 10 دقائق بس. الشيدر شويه بيطول بياخد وقت اكتر من انواع الجبن التانية، دخلنا بس بيديني نتيجه يعني هتشوفيها بقى. أفانتي. انا مش عايز اقول للمشاهدين، انا عايز حضرتك لما تدوقي تعالى السيلفي في سيلفي عندنا سيلفي افانتي اهي الكاميرا سيلفي إيه؟ افانتي، ويا ريت بقى نسمع من حضرتك لجمهورنا افانتي. اوكي احنا معانا كام دقيقه؟ احنا معانا كام 30 ثانية اوريكم الطبق. عايزك تقول لهم الشيدر لما دوبناه. انت تعالى جنبي حضرتك بقى دوقي الإضاءة الحلوة. شوفوا الافانتي عملت لنا الطبق الجاهز اهو، الكاميرا دي عشان عشان مشاهدينا يشوفوا الفرق ما بين الجبنة الشيدر بتاعتنا بتاعت افانتي لما تدوب، ايه الفرق بينها وبين ان انا اعمل موتزاريلا، لان الناس كلها متجهه للموتزاريلا. جربوا معانا النهارده يا جماعه، اعملوا طواجن او اي نوع اكل بيحتاج جبنه من فوق. الله ان احنا نجرب الشيدر بتاع افانتي النيوزيلندي بتاعها. حلوه قوي، ملوش حل. تسلم ايدك شيف معتز، وطعم البسطرمه مع السجق تحفه داخل مع كله بقى، مع الميكسين كله مع التوابل الخفيفه. ايه ده طاجن زي ده يا جماعه؟ انا عايز حضراتكم تحطوا لي توابل خفيفه. الله عليك، عشان تستمتعوا بالطاجن مع الجبن. افانتي اشكرك، وشيف معتز تعالوا اقف جنبي. ممكن حضرتك بس بعد اذنك توريهم المطه اخر حاجه قبل ما نقفل؟ المطه اهو، مطه مطه مط مط. الف هنا افانتي، شكرا. الف هنا لحضرتك والمشاهدين، حلوه يا دنيا.